وافقت ما يمثل ال بي سي من اول الطريق، ومونيك نهار ودعت بغصة مشاهدي الاخبار. من هنا يعز علي ان تكون هذه اخر نشرة للاخبار اقدمها لكم، ومن هنا ايضا اود ان اشكر جميع المشاهدين الذين رافقوني ورافقتهم على مدى 9 سنوات عبر نشرات مسائية ومرات صباحية. قبل أشهر من توقف ماي عن الأخبار، توقفت الأخبار كلها سوا بأدار 1994، فاستعادت الـ LBC عن نشرة 8 بصارة الساعة 8. مساء عليكم بألف خير. اللي بيعرف الحاور، اللي بيقول قويها يلاقينا على العرس. أهلا بطلي، أول برنامج منوعات بتقدمه معي باللوك الجديد بعيدا عن جدية النشرة، واستمر البرنامج 3 سنين. بنهاركم سعيد. استقبلت ميمتة مئات الضيوف على مدى 7 سنين قابلين للتجنيد. وبتقديم السهرات اسم ماي دايما بيخطر على البال. كأس النجوم برنامج اتكرم فيه فنانين كبار من خلال هو. بنحيي المشاهدين بلبنان في كل العالم العربي وفي كل عالم الانتشار. ملحم بركات مرة كان ضيف البرنامج ومرة مقدم. بدنا نرحب بالإنسانة العظيمة يلي استقبلت كل النجوم من شعراء وفنانين ومطربين. بدنا نرحب بالإنسانة يلي حضنت كل هالمواهب بقلبها بحنانها ولا مرة اجت إنسان. بدنا نرحب بالمذيعة الرقيقة يلي كلكم حبيتوها، الفنانة ماي مطر.